أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الجمع الصحيح في تفضيل الرسل بعضهم على بعض وعدم التفريق بينهم حيث ورد هذا وهذا؟ الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لا شك أن الرسل يتفاضلون، لكن لا يجوز لنا أننا نتنقص المفضول، ما يجوز لنا نتنقص المفضول، تنقص المفضول كفر. أما أننا نعترف بأن الرسل بعضهم أفضل من بعض فالله ذكر هذا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل الرسل بعضهم على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل. الله فضل، لكن ما يجوز لنا أننا نتنقص المفضول وهو رسول من رسل الله عز وجل، وإنما نذكر هذا من باب التحدث بنعمة الله فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. يونس ابن متى عليه السلام ما حصل له من ما ذكره الله عز وجل، أنه ألقي في البحر والتقمه الحوت، وأنه توسل إلى الله بالتوحيد في الظلمات، دعا الله عز وجل فأخرجه من بطن الحوت وأنقذه. فلا يجوز لنا أننا نتنقص ذنون عليه السلام، لا يجوز. فإذا كان التفضيل من باب التنقص لا يجوز، أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شوف كلمة ولا فخر، يعني ماذا قال هذا من باب الفخر، وإنما قاله من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. هذا هو التفصيل في المسألة. إن كان التفضيل من أجل التنقص فهذا لا يجوز، أما إن كان التفضيل من باب التحدث وبيان الواقع فلا بأس. نعم.